انا لسه ولدة عندي 25 يوم. نعم ماشي. ودم الحيض دم الحيض ما عنديش، مش عندي كتير يعني، ومش عارفة أصوم ولا أصلي ولا أعمل إيه. البارح صمت وصليت، واليوم عندي دم بس مش دم الحيض، دم مش لون دم الحيض وكده يعني. تقصدين دم نفاس؟ تقصدين دم دم نفاس؟ أنت ولدتي من 25 يوما؟ نعم نعم. إذا هو دم نفاس. طيب أنت إذا رأيت، نعم إذا رأيت الطهر، يعني مثلا لو أكملت 20 يوما ثم بعد ذلك لاحظت أنك طهرت من الدم تماما فصومي، فإذا رجع الدم خلال هذه 40 يوما فإن له حكم النفاس. فاليوم الذي صمتيه أنت بالأمس أو قبل أمس لما طهرتي هذا صوم صحيح. اليوم الذي ينزل منك الدم فيه ما دام أنك خلال 40 يوما بعد الولادة فإنه يعتبر له حكم النفاس، فإذا جاء الدم تفطري، إذا توقف يجوز أن تصوم.